بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار البرنامج الوطني لجامع الملكي المغربي سباق الدراجات وعصبة الدار البيضاء سطات، أجريت أمس سباقات على الطريق في بطولة الجهة الدار البيضاء سطات، واليوم كان سباق ديال كل الفئات الأخرى من شباب، من مينيم كادي جينيور غارسون إيفي، وهذا كيعطي واحد الدفعة قوية لرياضة سباق الدراجات، حيث أنه شاركوا أكثر من 130 متسابق في هذه السباقات. وكنشكروا مدينة سطات والسيد العميل والسيد الباشا العميل ديال مدينة برشيد والسيد الباشا وجميع من ساهم من بعيد وقارب في نجاح التظاهرة، وعلى رأسهم الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، الصحة، الكل شارك في هذا النجاح ديال هذه البطولة الجهوية. وحنا جد فرحين بتواجدنا مدينة برشيد اللي فعلا مدينة تستحق كل التقدير والاحترام. محمود كلوب غدوخ محمدية، عضو في منتخب الفريق الوطني. تمكنت فوز بسباق اليوم اللي كانت بطولة جهة، والحمد لله كان الكورس في المستوى وكان المدار مزيان، كانت منافسة قوية والحمد لله تمكنت الفوز، والفضل كيشجع الكلوب ديالو اللي اونترينمون اللي كان تريني.